كير هاشم زاهر البابا وبودي نعو باتريسيا كيت بغنية خدني العيونك زاهر ملحن بغنية وبودي رح يوزع الميتين كتير مفيد لأنه عرفنا وسمعنا الدمو تبع الغنية لا هو كديمو إيه فانتاستيك الكونستركشن إيه فانتاستيك أنا عندي بس رأيين يعني على السلايد بالوقفات لا هو عايزين جالس فاز يعني حضرتك ممكن تجيب بيزس يعني عارف أصالة أكتر من اللي أنا بحلم بيه فاكرها الأغنية كلها ملهاء يعني توزيع ما فيهوش أي حاجة يعني اللي شدك أنت أول ما هي قالت أول مزورة اللحن عادي أول ما تاني مزورة حصلت البيز راح سلاف ودخل أحمد رجب راح لعب تو تراك واحد سلاب بيز واحد من تحت ايه هلا لا لك نحن رايحين لبناني اكثر من 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 يعني لا غير شيء هو اللي معروف اللبناني ب بنسميه احنا كرافاتي يعني في بيز بس مش لا في وهلا مش قوي قوي انا فاهم وضح ايه انا بس بتكلم في حته السرعه انتوا هم انتوا تحكموا لا لك رايي انا كل ما بتطبق بدك تروح على سلو اكثر صار يعني الجروب بده يموت اكثر تبي هي سنة صغيرة بس سنة يعني المشاهد اللي عم بيسمع مفروض تشده اكثر ممكن احسن وجهي متعودة على الهادية اكيد اه فانا ممكن ما ممكن بعدك متخذ اكثر انبسطت كتير اليوم الاجتماع مع الفريق العمل حسيت بشي بروفيشنال كتير خاصة مع كريم حبيته كتير وحسيته قريب مني عنده افكار حلوة كتير وحلو واحد يشتغل مع ناس بروفيشنالز شو رأيكم نحن نسجل ونخلص بعدين نصور لا بس انا اقول لحضرتك حاجة يعني مش نسجل كل السجل هي فاينل صوتة وبعدين مننزل اللايف عليها احلى لكن نكسب وقت بصوتها هي طيب خلاص انا مع انا اطلب انه بركي بكره اليوم مع بكره وراح اذا انت حضرتك شوف كيف موعدك كيف تسجل تبعك انا بالاستوديو يوم ال 11 انا شلت بكره لحتى نخلص هذا الموضوع اوكي طيب الله مش حمسيني كثير ان شاء الله يا رب باذن الله تبقى حاجه كويسه اجتماعنا مع باتريسيا بودي وزاهر كان كثير مهم الاغنيه كثير حلوه بتلائم صوت اليان تلاقيهم شخصية اليان كان الميتنج كتير مفيد لأنه عرفنا وسمعنا الدمو تبع الغنية اللي هي الستاب قبل ما نبلش التسجيل بكرة اليان رح تنزل على استديو بودي نعم وتحط صوتها على الغنية بكرة بإذن الله باي 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 انا مش عارف افكر لا انا عارف افكر لا انا دماغي واقفه ما اعرفش ليه عندي كثير افكار لكن احب مش نحكي فكره نعطيك اياها ننسق شويه وتعمل نعمل وحدين شويه من عندي من عندك من عند احمد ونعمل حاجه حلوه طب يلا خلينا بليز نعتمد بالفكره اللي نبلش الشغل عليها مشان نطلب البضاعه عشان نطلب اكل لا معزقه ما بده المهمات بده عليه المهمات وراها حرية البحر هلا مستعملين قبل ما بدك تخيل حتى لو مستعملين بليز انا بلش نغير هلا بالفكرة نوصل اخر شيء فكرة تانية كليا طبعا بعد ما الجمهور دعمنا ووقف جنبنا اكيد المسؤولية بقت اكبر دلوقتي لان احنا بقى معانا فكرة الجمهور فلازم نكون عن حسن ظنهم بان احنا دايما نقدم لهم حاجة جديدة عشان كده النهاردة كان يوم متعب ويمكن باين على شكلي قد ايه انا تعبان
تعبان من التفكير اكتر، لان احنا بنفكر ازاي نعمل حاجه اكبر. واكيد كان في شويه خلافات صغيره كده ما بيننا النهارده في شد، كل حد عايز يوصل الفكره للاحسن، فيمكن في افكار بتتغير، فناس بتزعل ان افكارها بتتغير، كان في شويه مشاكل، بس ان شاء الله احنا لسه مكملين، وان شاء الله نوصل لحاجه اقوى من اللي اتعملت قبل كده، ونفضل مع الجمهور باذن الله.